الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى حول مراتب التوبة. المرتبة الأولى من مراتب التوبة التوبة عن مخالفة الأوامر المولوية. هنالك مفهوم يوجد في ثقافتنا، وهذا المفهوم هو مفهوم المولوية. ما هي مناشئ المولوية؟ المولوية من أين تنشأ؟ وما هو منبعها؟ هنالك مناشئ، ولكن من جملة هذه المناشئ أن يكون الشيء حلقة من حلقات العلل الوجودية. إذا كان الشيء حلقة من حلقات العلل الوجودية لموجود معين، فإنه يمتلك مرتبة من مراتب المولوية. مثلا الأب والأم، الأب والأم حلقة من حلقات عللنا الوجودية. إذا الأب والأم ما كانوا، نحن لم نكن، الله سبحانه وتعالى أفاض علينا الوجود عبر الأب والأم. زين، إحنا كلما قدمنا لآبائنا وأمهاتنا أحياء كانوا أم أمواتا ماكو فرق، لم نؤد حق الأبوين. ليش؟ لأن أنت كلما تعمل في حياتك، كل عمل، كل خدمة، كل موقف طيب تتخذه أمام والديك، هذا عرض من أعراض وجودك. إذا أنت ما كنت موجوداً لم يكن بإمكانك أن تؤدي أي عمل من هذه الأعمال. إذن أنت كلما تقدم لوالديك فحقهما أكبر. حتى ذلك الرجل عندما يأتي إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني حملت أمي على كتفي إلى الحج كذا مرة. تعلم يعني شنو؟ تحملها مشياً من مدينتك التي تسكن فيها إلى الحج، هل أديت حق أمي؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له: لا، لأن أنت كل وجودك مرهون بوالديك، فكيف تؤدي حق هذين الوالدين؟ زين، الأب والأم إذن حلقة من حلقات العلل الوجودية، لذلك عندهم مرتبة من مراتب المولوية. إذا كان عدم تنفيذ أمر الأب أو الأم يؤذي الوالدين، يجب على الولد صغيراً كان أو كبيراً أن يطيع والديه.
إذا كان الأب والأم بهذه المثابح، فكيف بمن أعطانا الوجود كله؟ الله سبحانه وتعالى كل شيء نملكه منوط بالعطية الإلهية.